الحقيقه قبل ما انسى وقبل ما اتكلم مع حضراتكم في اي حاجه، انا حابب الاول ان انا اعزي جمهور مصر وجمهور النادي الاسماعيلي في وفاه الكابتن عبد الرحمن قنوس، واحد من اهم اللاعبين واهم الاداريين في النادي الاسماعيلي لفترات طويله جدا جدا، الله يرحمه. انا شخصيا تشرفت بان انا اكون متواجد معاه لما كنت بلعب في النادي الاسماعيلي، فالله يرحمه راجل كان في منتهى الادب وفي منتهى الاخلاق. الكابتن عبد الرحمن قنوس واحد من اهم اللاعبين ومن اهم الاداريين اللي كانوا متواجدين في النادي الاسماعيلي لفترات طويله. بنعزي انفسنا وبنعزي جمهور مصر وبنعزي جمهور النادي الاسماعيلي في وفاه الكابتن قنوس.